عارف المليار ده كام؟ كام؟ 100 مليون جنيه. ايه؟ بابا 1000 مليون. واحد امك؟ واحد دريه. ملياردير 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 بكره هبقى ملياردير 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 بكره هبقى ملياردير. لا فقولي كده عشان عندنا كلام مهم جدا لازم اقوله. اللي هنعمل عليه عمليه المره دي العب السيد المغفل باسم الامير. كنت متاكده مش ده بتاع السيراميك؟ مين ده نجومان؟ يا فخامه اعتبر ان الامير في جيبك الكبير. باسم ده كان صاحب عمر من ايام المدرسه. ايه يا نجوميه انت بتفقع صاحبك؟ انا والواد ده اصلا ما بنطقش بعض وبيننا مصانع الحداد، وعشان كده انا لازم ابقى بره العمليه دي. لا بره العمليه ازاي؟ احنا كده هنشتري سمك في ميه. اللي مذكور عن الواد باسم ده وعيلته على الويكيبيديا. يا عم اتكلم مصري بلاش الالفاظ بتاعتك دي. اللي موجود على النت. ايوه كده عن الواد ده وقرايبه ما خرجش عن مصنع وقرى سياحيه وشركات. تقريبا بنتكلم في مليار او اتنين. واحنا هناخد بقى الحاجات دي ازاي بالصلاه على النبي؟ احنا في كل عمليه بندور على الطماع، نديله الفرصه الذهبيه وهوب نغفله. بس كل الحاجات اللي انت قلتها دي ما ينفعش ندخله منها، اكيد الواد ده حريص ومش هنعرف نغفله. عشان كده لازم نراقبه ونعرف نقط ضعفه ايه بالظبط. واحد زي ده ابوه كان مرتشي وكان مقبوض عليه زمان في قضايا فساد وتهريب في الجمارك، اكيد عنده زباله. لازم نعرف باسم الامير زبالته فين، اول ما نعرفها هنعرف نخش له منين. صح صح. عشان كده يا حماده انت لازم تهاك تليفونه وتليفون مراته، حتى عياله لازم تعرف عنهم كل حاجه كانك قاعد معاهم في البيت بالظبط. وانا ساحر يا مستر عمر؟ طب الراجل ومراته هاك محاملهم، لكن عياله دول هعرف عنهم كل حاجه ازاي؟ محاملهم. ايوه لازم تبقى لازق فيه خطوه بخطوه. انت بقى متاكد ان هم دول نفس العيال؟ بنسبه كبيره. ده هيدينا امل في القضيه. مفيش حاجه اسمها بنسبه كبيره يا طارق. ما هو لا ده رابع قضيه طارق تتحفظ. طب ما انت على ايدك يا عماد، واحنا كنا قصرنا في حاجه يا طارق؟ يا طارق انت كل كلامك عن الشكوك واي كلام عن الامل بعد كده من غير دليل هيتاخد ضدنا. انت حد كلمك؟ من غير ما حد يكلمني. شكلنا بقى وحش يا طارق، انا وانت بقينا في وش المدفع. ماشي. طب انا عايز كل المجني عليهم في قضيه الاجنس والحضانه والاهالي اللي قدموا بلاغات بتوع الشقه المفروشه ومدير البنك اللي حصلت عنده نصبايا، يبقوا عندي بكره في الاداره. ما الاوضاع دي كلها اتحفظت. معلش على مسؤوليتي. ما تخافش انا اللي هشيل الشيله لو في حاجه حصلت عليا المره دي. ماشي. تاني؟ يا مستر عمر بقول لك انا بعت له لينك على التليفون بتاعه عشان يفتحه، ابن المصحى مش عايز يفتحه. ما انت مش هتمشي من هناك لما تعمل له هاكينج. بص اتصرف. بقول لك يا مستر عمر، وانت ما تعرفش اي حد بتاع كريب ولا مطعم قريب لحسن عمود من فوق ورق ناشف في النبي؟ الفيلا هنا في حته مقطوعه ما فيهاش صريخ ابن يومين. لا ما اعرفش. ماشي سلام. بصرف في الصاله. ماجيكال.